دخيل اسمك يا الله، كيف هالسياسيه بلبنان تعمروا ضد الزلازل، مصنوعين من بناء هندسي متين ما بينهز. المدام ايقظتني بعد ما صارت. وانت يا حسره بتعمل حاجه غير انك يا نايم يا تيهان؟ وشفت التبعات تبع الهزه اللي هي هزه. انت بتخاف؟ انت حسيت بالهلع؟ انت خايف؟ لا لا لا، ما حسيت بالهلع. الهلع طبيعي، ما تحس معليك، طبيعي ما تهلع. بالنهاية اللي كافي شعبه ومأمن له كهرباء 24/24 وعم بيستخرج له غاز من البحر أكيد رح ينام قرير العين. أيمتى حتبلش الكهرباء تجي 5 ساعات؟ أنا ما بحب أوعد. غافي حبيبي غافي. أصلاً افرض يعني كده إنك حسيت، شو رح تعمل؟ رح تروح تتطمن على أعمدة الكهرباء وهالمعامل الحرارية إذا تأثرت؟ بعدين مش ظابطة كانت تتلفن للوزير باسيل بعد نص ليل، عيب. بس يا ريت لو كان فينا ناخد تصاريح من باقي هالسياسية لنشوف كيف كان شعورهم بهالهزة. أنا بعتقد إنه جبران باسيل كان بده يحس فيها للهزة بس ما خلوه. والحكيم أكيد فكر إنه هزت منازلنا من ورا شي قذيفة أو صاروخ لحزب الله. هزت منازلنا، صيحات العدوان، صرخة ما دافعنا، إيدك عن لبنان. أما رئيس مئاتي بيكون قطع قلبه إنه تخلص الدنيا وهو بعده رئيس حكومة تصريف الأعمال، أو كان عم بيشيك على سلامة البيوت يلي أخذ لها قروض من الإسكان. يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي. هلا عندكم الرئيس بري، ما في ولا شي بيهزه، هيدي من المسلمات، مع انه بيسند ها ابو خشبه، بس بنشكر الله لا زلزال ولا غيره بيأثر فيه. اقفل السكه، اقفل السكه.